مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في عدن الغد مدير بنك في عدن يدعو المواطنين للتبرع لصالح قضية البنك. ومن مسند الأنباء الأهالي في تعز يوقعون وثيقة منع الاحتفال بالرصاص. وفي الأخبار المنوعة، إيطاليا تحاكم امرأة ألمانية أنقذت لاجئين من الغرق في البحر. دعوة غريبة يوجهها مدير بنك في العاصمة المؤقتة، إذ يعنون عدن الغد، مدير بنك حكومي يدعو المواطنين إلى التبرع للبنك. وقال الموقع إن الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني دعا المواطنين إلى التبرع للبنك من أجل متابعة قضية السطو المسلح التي تعرض لها أحد فروع البنك. وكتب مدير البنك منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: نظرا لسوء الإدارة في وزارة الداخلية ولأسباب عديدة أخرى تعطلت آلية المقاضاة في عدن، ندعو للتبرع لحفظ أموال المودعين. وأضاف: اضطررنا إلى البحث عن آليات أخرى لمقاضاة عصابة السطو المسلح على فرع البنك الأهلي اليمني من خلال التعاقد مع الدفعة 38 المتخرجة من كلية الحقوق جامعة عدن بقيادة عمار الشجاع وآخرين. وكانت عصابة مسلحة قد نفذت سطوا مسلحا قبل أكثر من عام على أحد فروع البنك الأهلي في العاصمة عدن، مما أدى إلى استشهاد عبد الله سالم النقيب مدير الفرع. لا يمر يوم دون العثور على ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي في المناطق التي كانت فيها. ووفقا لموقع الصحوانت، مسام ينزع 1800 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي خلال الشهر الماضي. وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي بأن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 604 لغما، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية هذا الشهر ولغاية 27 من 1839 لغما وذخيرة غير متفجرة. وأضاف أن الفرق الميدانية نزعت 268 لغما مضادا للدبابات وأربعة ألغام مضادة للأفراد، ونزعت أيضا خلال الأسبوع الماضي 330 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين. الدمار ليس الخيار الوحيد لمستقبل الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان كتب برهان غليون مقاله في صحيفة العرب الجديد. الغرب حريص على أن يستخدم الصراع العربي الفارسي لاستهلاك طاقة الشعوب المشرقية وإضعافها جميعاً للاستمرار في السيطرة على مقدراتها وثرواتها معاً، وهو يرحب بإيران قوية ومزدهرة من دون شك، ويرحب باستخدامها لتقويض أي قوة عربية أو غير عربية يمكن أن تبرز أيضاً وتتحدى سيطرته التاريخية، ولكن بشرط أن تبقى ضمن حدودها وقدراتها الذاتية ولا تتحول إلى قوة لا يمكن السيطرة عليها. والترجمة الحقيقية لهذه الفوضى المنظمة هي إخراج المنطقة وشعوبها ودولها من دائرة الاتفاقات الدولية وبناء علاقاتها فيما بينها على أساس القوة والتبعية والعصبية والقرابة أو العداوة، أي على أسس لا علاقة لها بالأسس القانونية التي تضمنها الاتفاقات والمواثيق الدولية والتي تحكم العلاقات بين الدول عموماً على مستوى المعمورة. لن ينقذ المنطقة ويحمي المجتمعات الغربية المتمدنة من انفجاراتها الداخلية سوى فتح آفاق التقدم أمامها جميعاً حتى تتمكن من إنجاز المهام المنوط بكل دولة حديثة مستقرة ومنضية لشعبها إنجازها من تقدم اقتصادي وتحرر سياسي وتطور ثقافي وعلمي، أي كل ما حالت السياسات الاستعمارية دونه. غير ذلك من الحلول يعني أننا مقبلون على كارثة بيئية وإنسانية لا تستطيع أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا أي قوة أخرى احتواء نتائجها، عندما ستنفجر في الوقت نفسه القنبلة الاجتماعية والقنبلة القومية والقنبلة الدينية، سواء حصل ذلك في ثياب دينية ومذهبية أو في ثياب قومية عنصرية،
حيث لا يبقى للجماعات خيار آخر لتأمين ما تعتقد أنه الحد الأدنى من حقها في الحياة سوى نهب الجماعات الأضعف وافتراسها أو تشتيت شملها وتدميرها لوراثة مصالحها وممتلكاتها. وفي هذه الحالة سوف نكون قد دخلنا إن لم نفعل بعد في عصر الإبادات الجماعية وفقدنا أي قدرة على الحفاظ على الحد الأدنى من قيم المدنية والإنسانية الجامعة. عدد من التقارير الإخبارية نشرها موقع قناة بلقيس يعنون في أحدها: مسؤول بالبنك الدولي نرتب لفتح مكتب دائم بمدينة عدن، حيث قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج أن زيارة يجريها وفده حاليا إلى عدن تهدف إلى الترتيب والإعداد لفتح مكتب دائم للمؤسسة المالية فيها. وكان وفد البنك الدولي قد وصل إلى عدن في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات، تعتبر الأولى من نوعها لوفد رفيع المستوى من المجموعة المصرفية الدولية. وقال بلحاج إن الهدف من الزيارة أولا هو الترتيب والإعداد لفتح مكتب دائم للبنك الدولي في عدن، علاوة على مناقشة أهم التدخلات والتحديات التي تواجه الحكومة اليمنية خصوصا في مجالات البناء والتنمية وأعمال الإغاثة والإنسانية. ووصف زيارة وفد البنك الدولي بالتاريخية، معتبرا أنها عبارة عن رسالة واضحة للحكومة وللشعب اليمني وللمجتمع الدولي، مفادها وقوف البنك مع الشعب اليمني في محنته الحالية. وقعت قيادات أمنية ومدنية في مديرية القاهرة التابعة لمحافظة تعز على وثيقة تقضي بالعمل على الحد من ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الأفراح والمناسبات في إطار المديرية. وعنون موقع مسند للأنباء: في مديرية القاهرة بتعز قيادات أمنية ومدنية توقع على وثيقة تحد من إطلاق الرصاص في الأفراح. وتضمنت الوثيقة مجموعة من الضوابط والآليات التي سيتم الالتزام بها من قبل جميع الأطراف بهدف الحد من الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين. وقعت الوثيقة في ختام حلقة نقاشية شارك فيها ما يقارب من 30 مشاركا من القيادات الأمنية والمدنية وعقال الحارات والخطباء وعدد من الوجهات الاجتماعية لمناقشة خطة التنمية المحلية التي أعدتها لجنة التنمية المحلية في المديرية. المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل قال: يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع إطلاق مبادرة افهم، والتي تسعى إلى حشد كل الطاقات المجتمعية من أجل الحد من ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الأفراح. وأضاف إسماعيل: المبادرة واحدة من العديد من المبادرات التي أطلقتها لجان التنمية المحلية خلال المرحلة الماضية، سواء أكان ذلك في محافظة تعز أو محافظة عدن. ليس هناك تاريخ واحد للبشر ومجتمعاتهم، هناك تواريخ متعددة، فروايات التاريخ لا تخلو من التعبير عن مصالح واتجاهات من يدونون ذلك التاريخ أو لمصلحة من يدونونها. ولكن الصراع لا يكون في التاريخ فحسب، بل هو صراع على التاريخ ذاته. هذا جزء من مقال كتبه الروائي الفلسطيني سمير الزين ونشره في العربي الجديد بعنوان الصراع على التاريخ. يلعب التاريخ دورا أساسيا في تكويننا نحن البشر أفرادا وجماعات، والتعلق بالماضي والحنين إليه إنما هما من مقومات الفرد والجماعة، ما يجعل الحاجة إلى التاريخ ضرورية. فالفرد لا يشعر بكيانه تماما إلا بماضيه، فالتاريخ يشكل جذور البشر أفرادا وجماعات. يحتاج الأفراد والجماعات إلى التاريخ ليشعروا بذواتهم وشخصياتهم ومكانتهم في العالم. يدخل التاريخ حياتنا عبر مجموعة من القنوات ويفعل فعله في تكويننا، وعلى الرغم من ذلك لا يزال السؤال عن فائدة التاريخ يطرح نفسه. توظف التاريخ سلطات عديدة تعمل على صياغة التاريخ وفق مصالحها، فالسيد وليس العبد هو من يكتب التاريخ، والمنتصر هو الذي يقوم بذلك وليس المهزوم. لذلك كل تاريخ لا يظهر إلا بإخفاء تواريخ أخرى تنافسه في قول كلام آخر في الوقائع التاريخية التي يدونها. تعطينا النظرة إلى ما كتب أو قيل في التاريخ طيفا هائلا من الآراء المختلفة بشأن الجدوى من دراسات التاريخ ووظيفته للمجتمعات. مرد ذلك أن التاريخ الذي يسرد ماضي البشرية موجود في الفرد والجماعة،
وهناك من يعتبر أنه طالما هناك فرد وجماعة فهناك تاريخ وأحكام في التاريخ تصل إلى حد التناقض في أحيان كثيرة. ومن مفارقات التاريخ أن كثيرين ممن تكلموا عنه أو كتبوا فيه ليسوا بالضرورة مؤرخين أو علماء أو فلاسفة، بل إننا نجد أشتاتاً مختلفة من البشرية يتكلمون في التاريخ لأنهم يحبونه أو يحبون ماضيهم وأنفسهم. في الوداع الأخير، كما تقول صحيفة البيان، لم تستوعب الطفلة رملة أنها لن ترى أختها بسمة التي سقطت قتيلة برصاصة قناص حوثي، فنادتها فيه رجاء وتوسل ألا تتركها وحيدة. قناص حوثي ومن جبل القارع الاستراتيجي شمال تعز أطلق رصاصة غادرة اخترقت نافذة المنزل واستقرت في عنق الطفلة بسمة غالب، ليتم إسعافها لغرفة العناية المركزة في أحد مشافي المدينة لتغادرها بعد عدة أيام جسدا هامدا دون روح. يروي صادق عبد فرحان خال الطفلة للبيان أن رملة وبعد وفاة أختها بسمة ظلت تروح وتجيء بجوار جسد أختها كطيف باكٍ تودعها وتناجيها بقولها: خذيني معك يا ضيفة الله، خذيني معك يا أختي، في مشهد أبكى جميع الحضور. فيما كانت نظرات الوداع الحزينة والأخيرة هي ما ترتسم على وجه أبيها الذي كان صامتا كما الموتى، يحول ناظريه يمنة ويسرى بين ابنتيه مودعا فلاذة كبده. ويشير المصور فهد المخلافي في تعز إلى أن الميليشيا الحوثية في تعز تقتل الأطفال بدم بارد. ذنبها كان إنقاذ أرواح المهاجرين، لهذا تم اعتقال قبطانة سفينة سي ووتش 3 الألمانية كارولا كراكيتي في لامبيدوزا، ما دفع إلى إطلاق حملة تبرعات لأجلها. وفعلا قد أتت الحملة أكلها. موقع الدي دبليو الألماني يعنون: تبرعات بقيمة 1,000,000 يورو للقبطان الألماني المحتجز في إيطاليا. وقال الموقع: لم يمضي وقت طويل على إطلاق حملة تبرعات من أجل قبطان سفينة سي ووتش 3 لتحصد الحملة مبلغا مرتفعا جدا وصل إلى 1,000,000 يورو. وكانت قبطان السفينة اعتقلت من قبل السلطات الإيطالية بسبب دخولها المياه الإقليمية الإيطالية، الأمر الذي دفع مذيع تلفزيوني إلى إطلاق حملة للتبرعات من أجل منظمة الإنقاذ البحري الألمانية غير الحكومية سي ووتش والقبطان الألمانية كارولا راكيتي. وكانت الشرطة الإيطالية اعتقلت قبطان السفينة الألمانية بعد أن رست سفينتها وعلى متنها 40 مهاجرا في ميناء جزيرة لامبيدوزا. وترغب الحكومة الإيطالية بفرض غرامة مالية مقدارها 50,000 يورو وبسبب دخول المياه الإقليمية بدون موافقة السلطات الإيطالية. تقرير أمريكي صادر عن معهد دراسات الحرب في الولايات المتحدة انتهى إلى التحذير من موجة الإرهاب المقبلة، وأكد أن تنظيم داعش الذي يعتقد البعض أنه هزم وانتهى إنما يعيد ترتيب صفوفه للظهور من جديد. وقد كتب الصحفي الفلسطيني محمد عايش مقالا عن هذه التحذيرات وأضاف في القدس العربي: قلنا مرارا إن الحرب على الإرهاب لا تحتاج حروبا طاحنة ولا جيوشا جرارة، وإن الحل العسكري والأمني لا يجدي مع هذه الظاهرة، والسبب أن الإرهاب يظهر حيث القمع والديكتاتورية والسلطة المطلقة، وهو تعبير اليائسين عن يأسهم والمحبطين عن إحباطهم. ما يعني في نهاية المطاف أن استمرار الأنظمة المستبدة في الحكم يعني استمرار تفريغ مزيد من اليائسين والمحبطين، وبالتالي استخدام الإرهاب من قبل شباب لم يجد طريقا للمشاركة السياسية والتغيير السلمي. في العالم العربي كان تنظيم القاعدة يشكل الجيل الأول من الإرهابيين المحبطين، ثم ظهر الجيل الثاني بقيادة أبو مصعب الزرقاوي في العراق الذي أسس لدولة داعش قبل ثورات الربيع العربي، وأنشأ معسكرات لا علاقة لها بتلك الثورات، ودخل في خلاف حاد وصل درجة التفكير مع أستاذه السابق أيمن الظواهري. وبعدها بسنوات قليلة تمكنت داعش من بناء دولتهم على الأراضي التي سيطروا عليها على أنقاض التوترات في العراق وسوريا.
العالم اليوم بانتظار الجيل الثالث من التطرف والعنف، وهذا ما توقعه التقرير الأمريكي الذي يقول بأن تنظيم داعش يعيد ترتيب صفوفه وسوف يظهر من جديد بصورة أسوأ. والحقيقة التي يتوجب على العالم أن يفهمها هو أن العنف والتطرف والإرهاب لا علاقة له بالإسلام ولا بالعرب، وإنما هو مرتبط بشكل جذري مع القمع والتسلط والاستبداد. وكلما تمادت الأنظمة المستبدة في قمع شعوبها المغلوبة على أمرها انتجت مزيداً من الإرهابيين اليائسين. يشكل الأفراد الفاعلون في الخدمة العسكرية رأس الحرب لأي جيش، حيث يعد عدد الجنود النشطين من العناصر المهمة في تفوق الجيوش وترتيبها على الساحة العالمية. يعنون موقع شبكة CNN: هل تعلم ما هو أضخم جيش عربي بعدد الجنود الفاعلين؟ وفي تقرير خاص ترصد الشبكة الأمريكية 10 جيوش في العالم من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، يحتل الجيش الصيني المرتبة الأولى في قائمة أضخم جيوش العالم من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، إذ يضم عددا هائلا من القوات الفاعلة تقدر بنحو 2,183,000 جندي. أما في المرتبة الثانية تأتي الهند التي يضم جيشها 1,362,000 من الجنود الفاعلين في الخدمة، تلتها الولايات المتحدة ب1,181,000 جندي نشط. تأتي في المرتبة الرابعة كوريا الشمالية، واحتلت إيران المرتبة الثامنة عالميا من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة بعدد 523,000، متفوقة بذلك على الكثير من جيوش المنطقة. فيما احتلت مصر التي يعد جيشها الأقوى عربيا المرتبة العاشرة من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، حيث بلغ عدد أفراد جيشها الفاعلين 440,000 جندي. ضربت إسرائيل أهدافا في سوريا، وحين أرادت الدفاع والرد أطلقت صاروخا ذهب إلى بلد بعيد. وعنونت البي بي سي: صاروخ سوري ضل طريقه وسقط في قبرص. وقال الموقع: سقط صاروخ روسي الصنع أطلق من سوريا في جمهورية شمالي قبرص التركية عن طريق الخطأ حسب ما قال مسؤولون. وقال وزير خارجية قبرص الشمالية قدرة أوزرساي: إنه من المرجح أن يكون صاروخ الدفاع الجوي قد أطلق خلال ما يشتبه بأنها كانت غارات جوية إسرائيلية على سوريا. وسقط الصاروخ في منطقة جبلية إلى الشمال من العاصمة نيقوسيا على بعد 225 كيلومترا من الساحل السوري، واشتعلت النيران في منطقة سقوط الصاروخ. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف كل من ابنة إيفانكا ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالجميلة والوحش. جاء ذلك أثناء تقديم الرئيس الأمريكي لهما قبل صعودهما على المنصة في قاعة أوسان الجوية الأمريكية بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول أثناء كلمة له لأفراد القوات. الرئيس الأمريكي وبينما يتقدم الاثنان إلى المنصة مازحا قال: يا لهما من ثنائي جميل، الجميلة والوحش. لقطات فيديو لصحيفة الجارديان أظهرت ضحك بومبيو وإيفانكا بعد سماعهما للوصف الطريف. كلمة ترامب أعلى المنصة في القاعدة الأمريكية جاءت بعد ساعات قليلة من زيارة المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الشمال والجنوب في جزيرة كوريا، حيث التقى الزعيم كيم جونغ أون وأصبح أول رئيس أمريكي تطأ قدمه كوريا الشمالية. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من صحيفة الديلي تلغراف من مختلف أنحاء العالم. نتابع.
فن الكاريكاتير تحول من مجرد تعبير عن لحظة عابرة وعن مزاج شخصي للرسام إلى التعبير عن موقف سياسي معارض أو مؤيد، وإلى قول ما تعجز الكلمات عن إيصاله. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا لهذا اليوم. لهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتير نكون قد أنهينا جولتنا لهذا اليوم في كشك الصحافة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.